حشا ويضيع المدال أثقل على القلب من حمل. والله أكثر وقتي هنا مع الخيول والإبل حقيقة، أنا من عشاقها وأربي الإبل تقريبا من أكثر من 20 سنة، والصباح تقريبا مع الخيول والعصر ومسيان عند الإبل، وباقي الوقت عاد في المزرعة وفي شؤونها والشباب ومتابعة القناة والبث. من يمناك ويسارك جرح ما يبرى. والله شوف ما شاء الله بداية البزنس 2 قوية جدا، وتعتبر أقوى بالبرامج السابقة من حيث الأرقام، يعني هو الحمد لله من حيث الفريق المتمكن أقوى فريق، وكذلك من حيث الموقع واللوكيشنات من فضل الله أفضل لوكيشنات، بل أن الصالة هذه تعتبر أفضل صالة الهنجر اللي عندنا مر على برامج الواقع، وكذلك اللوكيشنات الخارجية جيدة ولا يزال العمل عليها شغال، وأشوف البرنامج بالأرقام بداياته أفضل برنامج يعني كان أو طلع على قناة الواقع. دوامت المتروك والتارك أقول رسالتنا للمشاهد أولا الدعاء للقناة بالتوفيق، وأن الله سبحانه وتعالى ينفع بها وتوصل الرسالة الهادفة، ولا يعني ننحرم من نقدهم، بالعكس حنا يعني نفرح بنقدهم البناء علشان يكون أداء أفضل بإذن الله.